الجملة المحتوى المعرفي ضعيف جدا في الكتاب. الكتاب فيه 15 درس، كتاب التاريخ الأساس 15 درس، ونحن بحسب معرفتنا بالتدريس السنة الدراسية فيها 210 يوم. مادة التاريخ من المواد اللي بيدوها حصص أقل، حصتين في الأسبوع، حتكون جملة الحصص في السنة 60 حصة للتاريخ. الستين حصة دي بيدرسوا فيها كم درس؟ 15 درس فقط. 15 درس. انت كأستاذ دار تدرس في 60 حصة 15 درس، انت حيكون عندك اكتر من نص الزمن في السنة فاضي، هتعمل فيه شنو؟ ونحن عندنا ابجديات في التربية والتعليم انه الحصة اذا لم يكن فيها موضوع مشوق مليان للطالب هتكون حصة فوضوية، لأنه ما فيها موضوع. هيقول الطلبة يتونسوا مع الجنب وضربني وشال ما تعرف كراسي طيب. ثم ثانيا، هذه لا تعكس إطلاقا مستويات الطلاب ولا تبرز المنافسة بيناتهم، لأنه 15 درس في 8 شهور 15 درس، ومعاهم بغادي في القرآن 3 صور 3، وسنة أولى ابتدائي عامل لهم 7 صور من الصغار. 8 شهور في كم صورة؟ 7 صور فقط. ده التربية الإسلامية بتاع سنة أولى ابتدائي هذا. طيب يا أخواننا، وين المنافسة بين الطلبة؟ هيجوا الأوائل كلهم، أميز بيناتهم كيف أنا؟ لابد يكون المنهج متناسب مع الزمن بتاعه، لابد يكون في تناسب بيناتهم. حيكون عندنا فراغ في المدارس عشان هو دار الجماعة والنسب.